مثل ما وعدناكم بمقابلات كثيرة وحصرية مع person in charge بكايرو اي سي تي، مستر هاني نورتنا على انبوكسينج مينا. ممكن تحكي لنا اكثر عن البزنس تبعكم او عن الشركه تبعكم شو بتعمل؟ طبعا احنا سيليكون 21، احنا من اعرق الشركات اللي موجوده في مصر في مجال الاي تي، بقى لنا اكثر من 24 سنه. بنتميز بالريبيتيشن بتاعتنا في الماركت، دايما بنتعامل مع اكبر الشركات الموجوده في مصر، مع اكبر الاند يوزر في جميع السيجمنتس الموجوده في مصر. شغالين طبعا من اكثر من 24 سنه مع اكبر الشركات الامريكيه المتواجده مثل سيسكو، مثل شنايدر، وكلنا ونتيجه النجاح اللي احنا بنحققه من سنه لسنه، عملنا شراكه مع شركه مايلستون من اكبر الشركات اللي موجوده في مجال الكاميرات المراقبه دلوقتي. طبعا حضرتك عارف ان مجال السكيورتي دلوقتي من اهم المجالات اللي موجوده لحياتنا اليوميه، لحياتنا الطبيعيه، فده كان تكليل برضو بشراكه مع شركات جديده زي مايلستون، ان ده يعتبر اول سنه مع شركه مايلستون يعني متوقع بيه. فيك تخبرنا اكثر عن وجودكم بكايرو اي سي تي؟ طبعا السنه هيدي عم نشوف حضور كثير كبير، يعني كان تحدي كثير كبير للقائمين عليه، فكيف كان تفاعلكم مع هذا الحضور؟ طبعا ربنا يحفظكم ويحفظ الجميع. السنه دي سنه مختلفه تماما تماما تماما، في يعني نقدر نقول موضوع الكورونا مؤثر جدا في العالم، احنا بنتكلم على جلوبال ديزاستر موجوده، لازم كلنا نتكاتف في الفتره الاخيره ونهتم اكتر. اي سي تي احنا بنتكلم ده من اقدم واكبر المعارض اللي بتختص بمجال التليكوميونيكيشن، بس مش في مصر بس في الميدل ايست كمان. فاحنا طبعا لازم معرض زي ده نبقى متواجدين فيه. احنا في تشالنج قدامنا، مش قدام طبعا بس يعني العالم كله والوقت اللي احنا فيه دوت. الاي سي تي هو طبعا بيهتم بمجال التليكوميونيكيشن، بمجال الاي تي، بمجال السكيورتي. دي احنا سيليكون بتحافظ دايما على تواجدها في المعرض ده كل سنه بنبقى متواجدين، بقى لنا 5 سنين متواجدين كل سنه. زي ما حضرتك شايف كل العارضين هم بيهتموا في مجال الاي تي، النيو تكنولوجي في مجال التليكوميونيكيشن، مجال السكيورتي. السنه دي في حاجه جديده طبعا، مجال الترانسبورتيشن برضو اللي حضرتك عارف كل حاجه دلوقتي داخله في موضوع الديجيتاليزيشن، فدي من ضمن الحاجات اللي متواجده التكنولوجي طبعا او في الترانسبورتيشن. مظبوط، ميرسي كتير لك، نورتنا على انبوكسينج مينا. حبيبي يعني انتوا اي وقت طبعا بلدكم الثاني، ومرحبا بيك طبعا في اي وقت. ثانك يو، كلك زو شو صار حبيبي.